احنا كنا عارفين ان والدتك ليها تاثير كبير عليكي صح بشكل او اخر، استاذه في الكونسرفتوار صح؟ بالظبط، مامتي استاذه في الكونسرفتوار، بتدرس غناء اوبيرالي، وهي اصلا سوليست في الاوبرا. طبعا استاذه كبيره نسرين رشدي معانا دلوقتي على التليفون، نرحب بحضرتك. صباح الخير، ومعانا نوران ومستمتعين بيها جدا، وقلنا لازم برضو نصبح على حضرتك كمان ونقول لك ميرسي على الهديه الحلوه دي. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح الخير، اهلا بيك. هي بتقول ان هي اتاثرت بيكي بشكل كبير، بقى احكي لنا عزبتك ازاي. والله هي يعني هي فاجئتني، بس انا يعني كنت باديه معاها من بدري قوي، لان عارف حضرتك احنا بيت فني كده كله، وباباها مواضح كمان طبعا شاعر وناقد كبير واديب، فيعني البيت محاط بالثقافه ومحاط بجميع انواع الفنون. طب سبتوها تدخل حقوق انجليش ليه؟ يعني ليه ما دخلتش الكونسير وتخصصت زي حضرتك مثلا في يعني انا الحقيقه يعني ما حبيتش افرض عليها حاجه الا لما اكتشفت بقى ان عندها الموهبه الحقيقه. فبعد كده انا من بدري الحقيقه ابتديت معاها، انها كنت بسمعها مثلا اوبرات، يعني وانا حامل فيها كنت بسمعها الماجيك فلوت لموزارت، وبتسمع بيتهوفن وبتسمع فيردي ومؤلفين كبار، وبالتوازي بقى كمان بتسمع عبد الوهاب وام كلثوم اسمهان. يعني فعلا ده حقيقي، الام اللي بتسمعه للبيبي بتاعها ده حقيقي فعلا؟ فعلا حقيقي، انا لما كانت فعلا حامل انا فيها كان عندها 8 شهور بسمعها الماجيك فلوت حقيقي، وانا بدرسها للطلبه عندي. كانت بتتاثر، بص الاقي بتترقص جوه بطني متاثره جدا حقيقه. وبعدين اكتشفت ان فعلا الحكايه دي فعلا بتعمل تاثير كبير جدا حقيقه. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، بنقول لك صباح الورد وميرسي على الهديه الحلوه دي. طبعا ان شاء الله نشوفها نجمه، هي اصلا نجمه، نشوفها نجمه تكبر وتكبر.